فهو القول الراجح في مسألة ساعة الإجابة في يوم الجمعة، في يوم الجمعة مع ذكر الدليل. نعم، أرجح الأقوال أنها من حين أن يخرج الإمام إلى أن تقضى صلاة الجمعة، هذا أرجحها. يعني مثلا من يوم يجي الإمام يوم الجمعة، يعني يدخل الإمام من صفه. إيش؟ يدخل الإمام يعني إذا دخل وصعد المنبر. نعم، من هذاك الوقت إلى أن تقضى الصلاة، لأن هذا ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو أيضا مناسب للإجابة، لأن الناس يجتمعون فيها على فريضة من فرائض الله، وإجابة دعوة الناس المجتمعين أقرب من إجابتها متفرقين. ثم يلي هذا العصر، العصر لأنه ورد في حديث أبي هريرة تعينها من بعد صلاة العصر، لكن الأول أصح. والإنسان ينبغي أن يجتهد في الدعاء في وقت إقامة صلاة الجمعة وكذلك بعد العصر، يجمع بين الأمرين. نعم، سأل واحد. لو قال الإمام أنا أصلي الصلاة في الجمعة وأنا أصلي في الصلاة الثانية،